الروح ومغذية، حلاوه الأكلة الشعبية بترد الروح ومغذية، يا حلاوه الأكلة الشعبية. الأكل الشعبي مفيد لينا، بيقيم صلبنا ويقوينا. الأكل الشعبي مفيد لينا، بيقيم صلبنا ويقوينا. الأكل الشعبي مفيد لينا، بيقيم صلبنا ويقوينا. ده الأكل الشعبي مفيد لينا. أهلا وسهلا بكل حبايبنا وكل اللي بيشوفونا على شاشة الكسارة، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا وعد الحر دين عليه، أنا وعدت الحلقة اللي فاتت إن احنا هنعمل مهرجان للمخروطة، فالنهاردة إن شاء الله هنعمل المخروطة بكذا شكل وبكذا لون، ألوان طبيعية وكلها حلوة وتقدري تستغليها في كل الحاجات اللي تحبيها. النهاردة هنعملها بيضة، المخروطة البيضة العادية. طبعا احنا في القاهرة نقول مخروطة، في اسكندرية يقولوا أدوسية، في الصعيد يقولوا عليها غير المبروم، يقولوا عليها اسم هقول لكم عليه دلوقتي نسيته، بس انا عارفه ان في الصعيد بيقولوا عليها اسم مختلف، الشعريه. ففي كل مكان بيبقى لها اسم مختلف. فاحنا النهارده ان شاء الله هنعمل المخروطه بكذا شكل وكذا طريقه. المخروطه سهله، ما فيهاش جنس حاجه صعبه، هي دقيق وملح وميه، دقيق وملح وميه. هتحطي كميه الدقيق اللي انت عاوزاها، اي يعني عاوزه 2 كيلو 3 كيلو كيلو، تجربي على نص كيلو زي ما يعجبك. وهنحط شويه ملح صغيرين بركه. احنا هنا عاملين بكذا لون، بصوا كده، هنا انا عامله اللون الاخضر بالسلق، اللون الاخضر بالسلق اللي هو ده. اهو السلق اللي ورقته ده، ممكن تعمليه تاخدي اللون. دي الوان طبيعيه عشان ولا تضرك ولا تضر عيالك ولا يحصل لكم اي حاجه. ده اللون الاخضر، ممكن تعمليه بالسلق، بالسبانخ، بالبقدونس، تضربيه في الخلاط كويس وتصفيه وتاخدي ميته زي دي كده اللي هنعجن بيها اهي، سواء سبانخ او سلق او بقدونس، تضربيهم في الخلاط اي نوع منهم وتصفيه بمصفى وتروحي واخده الميه، الميه دي اللي احنا هنعجن بيها. ده اللون الاخضر. اللون الاحمر عاملينه بالبنجر اللي هو ده، البنجر. هتمسكي البنجر وتقشريه وتنقعيه وتغليه وتاخدي ميته الحمراء ونعجن بيها. واللون الاصفر عاملينه بعصير البرتقال، البرتقال مفيش احسن منه في السوق وكتير، والكيلو بجنيه ونص. اللون الاصفر ده عاملينه بعصير البرتقال، هيديكي برضو اللون الاصفر الجميل والطعم الحلو. يبقى احنا عندنا كده. واللون الابيض ادي عادي معلهوش اي حاجه، يعني عندك الاخضر بالسلق، عندك الاحمر بالبنجر، عندك الاصفر بعصير البرتقال. بعد ما هنعملهم هنعمل منه حلو وحادق وفي الفرن وهنشكل وهتبقى زي الفل. بس هنقول الاول بتتعجن ازاي. كده احنا معانا اربع الوان تعمليهم لعيالك بالف هنا وشفا، ياكلوا ويتبسطوا احسن من الحاجات اللي في العلب والحاجات اللي في الاكياس، وبتبقى حاجات توجع البطن. دي كلها حاجات حلوه والعيال يحبوا الالوان، وكلها اخضر برضو، يعني ما طلعناش بعيد، كلها اخضر اهي. هنغطيها بس عشان ايه وشها ما ينشفش. حطينا هنا شوية ملح بركة كده صغيرين، وهننزل باللون السلق. ممكن تعمليه في سلق، تعمليه في سبانخ، تعمليه في بقدونس، زي ما تحبي. هي بتبقى عجينة جامدة، عجينة جامدة، ما هياش يابسة، عشان لما تتفرد تبقى ماسكه نفسها. ممكن تعملي الدقيق كله على حسب ما تحبي. انا واخده من الجنب كده عشان اخد يدوبك
اللون اهي كده جامدة وحلوة. نعجنها بقى على الرخام اهي. بصوا اللون لونها اخضر. اعملي بقى كذا لون تحبيه، كور كور كده وشكلي منه، لان الالوان التانية بتوجع البطن ومش حلوة. ويا عالم بقى معمولة ازاي. انا بعجن من الجنب عشان مش محتاجة كل الدقيق ده. هي مية وملح بس، مية وملح بس، والملح بركة، حاجة صغيرة يعني. يعني لو عاوزينها بالمعلقة يبقى على طرف المعلقة مش كتير اهي. بصوا عجينة جامدة يعني يابسة، مش ما تعلمش. وبعدين بتبقي حاجة انت عاملاها ببيتك وعلى ايديكي، ومش محتاجة ان انت يعني ايه تجيبي حاجة من بره، ولا يشاء الوان في ازايز ولا الكلام ده كله. لو ما حب مش بتشوفوا في لازانيا بالسبانخ بيبقى لونها اخضر، ومكرونة قش ملونة الوان غريبة كده اهي. واللون الاصفر لو مش عاوزاه بالبرتقال ممكن تعمليه بصفار البيض يبقى زي المكرونة. بصوا عجينة يابسة اهي، دي عجينة المخروطة، عجينة مش معلمة في ايدك. اهي بسواء سبانخ او سلق او بقدونس تصفيه بالمصفى بعد ما تضربيه في الخلاط اهي. هتاخدي عجينة يابسة زي دي كده ولونها طبيعي وزي الفل. احمد، طب حاول تكلمني تاني يا احمد. بعد ما عجنها بقى، دي مكنة المخروطة موجودة في كل حتة، دي بتاعت امي طبعا. انا ما جبتش المكنة دي خالص عندي، كل ما عاوزها اروح جابها من عندهم. هي لفة البيوت كلها، كل اللي تزنق وعاوزة تعمل طبقين مخروطة تقول لها والنبي اديني مكانتك يا ام احمد، فكل الحبايب ياخدوها. دي لو عوزتي تشتريها رخيصة، مكنة مش غالية وموجودة في كل حتة. هتدوري عليها في اي محل قولي له عاوزة مكنة مخروطة هتلاقيها موجودة عنده. هناخد دي اهي بلونها، ودي نشابة هنفرد بيها. عاوزة تفردي بالنشابة خير وبركة، عاوزة تستعملي الناحية اللي بتفردي فيها من المكنة من هنا اعملي بيها، بس النشابة اسهل لك، النشابة هتبقى سهلة عليكي اهو. هتدي كده شوية دقيق عشان العجينة ما تلزقش. ونبتدي بقى نفردها. المخروطة دي بتبقى حلوة قوي، وممكن تاكليها حلو وتاكليها حادق وتطبخيها. يعني احنا دلوقتي هنعمل منها كذا حاجة، طريقتها سهلة اهي. لازم تنشبيها كل ما تبقى رقيقة، يعني كل ما تبقى العجينة تفرديها اكتر كل ما تاخدي منها تبقى طالعة رفيعة وحلوة، ما تبقاش تخينة. وتضيقي المكنة على قد ما تقدري اهو. انت تنشبي كده كل ما تبقى رقيقه تكون احسن. يا علي. الو، ازيك يا علي؟ أستر.
عامل ايه؟ ايه؟ انت عامل ايه؟ ازاي حضرتك؟ تمام يا علي، بعمل لك مخروطة ملونة حلوة قوي، خلي ماما تعملها لك. شكلها حلو ولونها كمان حلو. الالوان دي بتبقى الوان طبيعية وحلوة. قولي انت في سنة كام؟ انا في سنة خمسة. في سنة خمسة؟ قولي اسم مدرستك ايه؟ مش منى. ابعت لها سلام بقى وتحية كبيرة. مامتي عايزة اتكلم حضرتك. ها؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا حاج. ازيك يا ست؟ بحب بس اهدي سلامي لامي السيدة الحاجة عيشة في رمضة. احلى سلام للحاجة عيشة. ووالدتي في شبرا. سلامنا وتحياتنا ليها. ربنا يخليك. كانت زمان بتعمل لك المخروطه دي؟ بتسميتك قوي على يد الحاجات اللي بتتعبنيها. قلنا يا اختي بدل العيال بقى ما بتاكل الحاجات اللي في الاكياس والشعريه اللي في الاكياس والحاجات دي كلها عشان ملونه، عملنا حاجات ملونه طبيعي. على فكره احنا لما بنشوف حضرتك بنحس ان في حد قاعد معانا. كلنا اخوات وحبايب وربنا يديم المعروف. ربنا يخليك. تسلمي يا ست الكل، نورتينا. نعم؟ نورتينا. ربنا يخليكي. مع الف سلامة. بصوا رقيقة ازاي، كل ما تبقى رقيقة كل ما تبقى حلوة، كل ما تبقى رقيقة كل ما تيجي معاكي حلوة. فردناها، عاوزة تفرديها كده بالنشابة خير وبركة، عاوزة تفرديها في الناحية اللي بتفرد من الناحية دي، مفيش مشاكل. هرشها تنسيم دقيق صغيرة كده ونقطعها كده شرايح اهي، وتلميها كده كل شريحه لوحدها على قد بوز المكنه يعني اهو، وافردي فيها على قد ما تقدري. اهو ادي اللي هي بالسلق. هناخد اللي بالبنجر ما تخافيش، السلق والبنجر ما بيسيبوش طعم، هتاخدي لون اكتر، ما يعني ما يسيبوش، ما يبقاش طعم. يعني اللي بيسألوا دلوقتي مش هيبقى طعمها بنجر، مش هياخدوا البنجر يعني مش طعمه مش زاعق، وبعدين مفيد وحلو هيديكي لون اكتر. يعني لما تحط لها السكر والمكسرات والسمنه والحاجات دي كلها هتلاقي الطعم فرق، بقى عندك اللون بس. اهو خلي بالك ان العجينه تبقى يابسه وتبقي عجنها كويس. كل ما العجينه تبقى مريحه تبقى حلوه، يعني عجنيها وسيبها مريحه شويه. انا عامله المهرجان ده النهارده عشان خاطر عم محمد الشامي، كمان بيحب مهرجانات الاكل بتاعتنا قوي، دايما يقول لي يا غاليه عاوزك تعملي لنا من كل حاجه مهرجان. يا احمد. الو، اهلا وسهلا. يا ست الكل، عامله ايه يا ست غالي؟ ازيك يا احمد؟ الو، ازيك ست غالي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ها، ايه الاخبار؟ الحمد لله، احنا بنحبك قوي. شفتنا لما كنا في الحسين؟ كويس الحمد لله، احنا بنحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي، وان شاء الله لما اجي اروح مولد الرفاعي هاخدك معايا. كانت حلقه جميله والله يا ست غالي، تسلم ايديك. تسلم. انا عايزه اجي بقى معاكي احضر البرنامج. تعالى تشرف وتنور ونشيلك على راسنا. ربنا يخليك يا ست غالي. بس قول لي بقى ايه احسن ثلاث حاجات بتحمد ربنا عليهم؟ احنا بنحبك قوي وماما عايزه تكلمك. طيب ادهاني وانا اكلمها. عايزه
علامه. الدهان. الو. الدهان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست غاليه؟ تسلمي وتعيشي. اتفضلي، سامع حضرتك. انا بحب برنامج قوي قوي ومتابعاه، وعايزه طريقه الجبنه القريش. ان شاء الله الحلقه الجايه استنوا الجبنه القريش ان شاء الله. والبيتزا والبيتزا. حاضر، هنعمل الجبنه القريش والزبادي وكل حاجه تحبوها في القلبين. ايوه. شرفتونا وانستونا، مع الف سلام. ادي اللي بالبنجر. اهو هناخد اللي بالبرتقال. لو مش عاوزه تعمليها بالبرتقال اعمليها بالكركم، خدي اللون برضو. والكركم ده موجود عند العطار، موجود عند العطار، وحبايبنا العرب برضو يسألوا عليه هيلاقوه. اللي احنا بيحطوه للرز بتاع الكبسة والحاجات دي كلها. هديكي برضو اللون الاصفر الحلو. اهو. كبريها طول ما انت بتنشبي كده. ست انتصار المسلحي بتقولي يا غالية الكلمة الحلوة بتحل كل المشاكل. عندك حق، الكلام الزين يسد في الدين. والست مزهراء بتقولي يا غالية اللي يرمي الكلمة الوحشة هو اللي يتصافى. عندك حق يا اختي، على رأي المثل ورقة على ورقة تغدر المرقة. اهو العجينة دي انت ممكن كمان بعد، يعني ممكن بدل ما تعمليها مخروطة تعمليها زي السمبوسة كده، تحشيها لحمة وتقليها في الزيت، مش هيجرى لها اي حاجة. وممكن تحطي بيض وتبقى عجينة مكرونة. اهو احنا كده عندنا الثلاث الوان بتوعنا، الاخضر والاحمر والاصفر. اهو حاج محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، هل هلالك شهر مبارك. يا وحشنا يا وحشنا، انتوا وحشني قوي قوي قوي. مش عارف انا اوحش ولا انتوا اللي اوحش. لا احنا اللي اوحش. انتوا عاملين ايه؟ تمام يا حاج محمد. انا الاول خالص انا بشكركم وبشكر كل اللي سأل عليا لما كانت صحتي مش مظبوطه، يعني الف سلام عليك. الشريف عبد الله الراجل ده سأل عليا، وخصوصا الاستاذ محمد جوهر. ف يعني انا مش قادر، يعني مش قادر اشكرهم ازاي يعني. ده خيرك سامع يا حاج محمد. كل يوم معايا على التليفون. والاستاذ ابو عمرو، حاج محسن ابو عمرو، وبنت عمي ثريا، وابن عمي نبيل، والحاجة هدى درويش، والحاج صلاح درويش، والحاج عبد العزيز، والناس كل الناس اللي سألوا عليا وانا تعبان انا بشكرهم. وام ياسمين، والحاج خميس، ومش عارف اقول مين ولا مين ولا مين، كتير قوي 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 سألوا عليا. ربنا يخليك لينا. والحاج عربي ابو بطة، ومش قادرة افتكر. عموما انت بتعملي المخروطة،
انا اعرف المكنه دي بتتباع فين علشان نجيب واحده ونخلي الحاجه منى تشتغل لنا بقى في الايه في المخروطه، مره تخرط ملوخيه ومره تخرط مخروطه. عينيا يا حاج محمد. حاضر، انا اجيب. بص المكنه بتاعت امي دي لفه البيوت كلها، مش هتغل عليك. كل ما اجي عاوز اكل مخروطه اروح لامك واجيب واعمل وبتاع. وهي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله بخير. كويسه؟ الحمد لله. والنبي تبلغيها سلامي وتحياتي. تسلم. والحاج احمد. حاضر. بلغي سلامي وتحياتي. حاضر يا حاج محمد. ومنا. حاضر. اللي معايا على الفيس على طول. اه، ما هم بقى اللي بيعلموني يا حاج محمد. وانا بقى ايه هبقى اجيب لهم هديه. هم نجحوا ولا لسه؟ الحمد لله. طيب يبقى انا هجيب لهم هديه بقى علشان يعرفوا يتكلموا معايا على الفيس. تسلم يا حاج محمد. تقريبا انا عرفت ان الكيبورد بتاعتهم تعبانه. فهجيب لهم مدى الكيبورد وربنا يسهل ان شاء الله. تسلم. شكرا يا حاج محمد ليك، وسلمني على الحاجه منى. الله يسلمك. الله يسلمك. وانا بشكرك وبشكر الكاست بتاع البرنامج كله من كل واحد فيه، وخصوصا محمد، وخصوصا الاستاذ محمد جوهر. وبعدين بقى بمناسبه الكمبيوتر بقى، استنى لما اقول لك، مش اتعمل لنا صفحه على اليوتيوب، قناه على اليوتيوب؟ كل اللي عاوز يشوف في الفيديوهات بتاعتنا او يشوف الكواليس بتاعتنا يخش على القناه بتاعتنا على اليوتيوب. طيب كويس. كويس قوي. وانا عموما انا اتعلمت اقعد على الفيس دلوقتي، وببعت لك تعليقات وببعت لك الحلول بتاع الحاجات اللي انت بتقوليها. معرفش بقى ده صح ولا غلط، الامثال اللي انت بتقوليها وانا بكملها. ماشي. لا ده صح وزي الفل يا حاج محمد. تعيشي. طب يا ريت بقى بتقولي الناس اللي جاوبوا صح بتقولي اساميهم. حاضر حاضر. ماشي. هنعمل لك فوازير. حاضر. ماشي. مع الف سلامه. مع الف سلامه. شكرا. بعد ما بنعمل المخروطه كده في المكنه زي ما انتم شايفين، اديها دقيق على قد ما تقدري، اديها دقيق بحيث كل حاجه فيها تبقى فاد عشان ما تعجنش، وما تمسكهاش تضغطي عليها، ما تضغطيش عليها بايديكي. يعني بصي يا وش يا وش كده زي ما بيقولوا، بالراحه كده زي ما كنك بتسيسي كحكه اهو كده اهو. وبعد كده في مصفى بقى، في منخل سلك زي ده، لو عندك مصفى يبقى خير وبركه. منخل سلك زي ده اهو، وتروحي منزله كده منها الدقيق عشان ما تلتش. وزي ما بنعمل الكسكسي بالظبط، على حله زي دي كده، حله كسكسي. عندك حله زي دي خير وبركه، ما عندكيش جيبي حله ووفقي عليها مصفى واعجني حته عجينه كده، وروحي قفلها من الجناب عشان ما يخرجش منها البخار. وجيبي شاشه بيضه قطن، شاشه بيضه قطن زي دي كده، مش نايلون ولا حاجه عشان اول ما تشم البخار تكرمش وتتحرق. شاشه بيضه قطن. وهنروح حاطينها في الحله كده، خلي بالك عشان ما تتحرقش منك، حطي كده الجناب بتاعتها في ودن الحله وفرديها كده. وهننزل بقى، وانت بتحطيها ما تحطهاش ايه حته واحده، خلي ايدك لفوق ووزعيها في كل الحله عشان ما تتعجنش. وبعدين المخروطه دي ما زالت لحد النهارده بيقعدوا بيها في رمسيس وفي امبابا وفي السبتيه وفي كل حته يبيعوها زي الكسكسي بالظبط. وهنقفل عليها ونعمل غيرها. نعمل الحمراء اهي. وانت بتعجني ما تحطيش، ما تعجنيش لون مع لون، يعني لون بعد لون، كل لون اعجنيه لوحده. معلش المكنه طبعا عشان مكنه قديمه فعامله صوت شويه. يا يحيى. ايوه يا فندم. ازيك يا استاذ يحيى؟ الله يسلمك. ازيك يا استاذ غانم؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انت من جنبي بيقولوا لي اوسيم. اوسيم. انا اول مره اكلم حضرتك بصراحه. ده اهلا وسهلا بيك وعلى راسنا من فوق. انا والله عجبني اكلك قوي. ربنا يخليك. احنا دايما نقول الكلام الزين يسد في الدين. الله يكرمك. الله يبارك فيك. ودايما الكلمه الحلوه اللي باقيه. الله يكرمك. وانت عايز رقم حضرتك. حضرتك ارجع للكنترول وخد الرقم. طب
طب ماشي، هو كلميني ضروري الله يكرمك عشان محتاجه حضرتك في موضوع كده. حاضر عينينا. الله يكرمك. ماشي. متشكرين على مع الف مع الف سلام. الله يسلمك، مع السلامه. الو. كل ما تفرديها وتبقى رقيقه تطلع خيوطها احسن. اهي وما تضغطيش عليها برضو زي ما قلنا. المخروطة هقولها تاني، عجينة جامدة تكون يابسة مش طرية، ومية وملح بس. عاوزاها ألوان اعمليها بالبنجر، اعمليها بالبرتقال، اعمليها بصفار البيض، اعمليها بالكركم، اعمليها بالسبانخ، اعمليها بالبقدونس، زي ما تحبي وتحب الطعم. هي سهلة قوي، ولا دربكة ولا حاجة، وتمشي عشاء وتمشي فطار وتمشي غدا. لازم كلها كده يبقى طايلها دقيق. وعلى بصوا ايديكي كده زي ما تكوني هتشبكي اهي كده، عشان تبقى نازله مش ملعبكه اهي اهي. بصوا عامله ازاي، زي الحبال والخيط اهي، مفيش واحده لازقه في اختها. وتحط برضو في المنخل، ولو انت حاطه في المصفى اديها برضو شويه دقيق عشان ما تحنش على بعضيها لحد الدور التاني ما يطلع. هنعمل اللي هي بالسلق اهو. يعني انت لو معاكي بنت كده قد توته بنتي تقعد تنشب لك. اهم حاجه تبعدي الاطفال عن النار والحاجات السخنه، يقعدوا بس كده على طبليه او في المطبخ على رخامه، هم ينشبوا لك ويدوروا المكنه وانت تعملي. لازم اول ما تنزل من المكنه تديها دقيق. اهو حبايبنا العرب بقى والشيخ عبد الله وكل حبايب العرب، ان شاء الله اخد المخروطه دي واوديها لهم نفر نفر. ايوه دي شبتت شويه تفرد. اهو هنعمل الطرف التاني ده. حبيبتنا على الفيسبوك بتقول لي احلى احسن حاجه الواحد يسمعها الصدق. يسلم بقك. ميار بتقول لي يا غاليه نفسي اسمع اسمي في البرنامج. يا سلام يا ست ميار. وست ام زهراء بعتلنا السلام، احنا كمان بنحييكي. الست ميرفت بتقول لي بحب اسمع الكلام الحلو والكلمه الطيبه من اللي اعرفه واللي ما اعرفوش. الكلام الحلو دايما هو اللي بيخلينا نعيش ويخلينا دايما نحب بعض. عمرو دايما يخلينا شغل المكنه ويكلمني كده. مؤمن ميدو بقى كمان بيقول لي يا غاليه احلى حاجه انتوا ان احنا نحب بعضنا ونحب بلدنا. صدقت اهو. استاذ مصطفى استاذ مصطفى
السلام عليكم. اهلا وسهلا يا حضرتك. اهلا وسهلا بالعمرانيه واهلها. الله يخليك يا استاذه. طبعا العمرانيه مشهوره قوي بالمخروطه. دايما كانت لسه عاملاها لنا من كام يوم. بس انا بقى عملتها لكم الوان. جميله والله يا استاذه، تسلم ايدك. ربنا يخليك، انتوا عندكم دايما كده الخير كله. الله يخليك يا استاذه. انا عايز ابعت سلام للمدرسه بتاعتي. انت في سنه كام؟ انا في ثالثه اعدادي. اتفضل. انا بعت سلام لميس وفاء واستاذ احمد عبد العال بتاع الرياضه. والمدرسه بتاعتك اسمها ايه؟ ميس وفاء. وسلام مني كمان لميس وفاء. الله يخليك يا قلبي. وابعت سلام لاختي. ايوه. حامل دلوقتي، ربنا يقومها بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله هتقوم بالسلامة وهنيجي نعمل لها السبوع. إن شاء الله اشتغل. هعزمك إن شاء الله في السبوع. إن شاء الله هنيجي في السبوع ونعمل لها كسكسي وندق لها الهوم. إن شاء الله اشتغل. إن شاء الله، شرفتنا وأنستنا. آدي اللون الأخضر أهو. استاذ حسين، استاذ حسين. الو. اهلا وسهلا استاذ حسين. سمع حضرتك، اتفضل. الو. ايوه استاذ حسين اتفضل. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا اللي في ايدك ايه؟ تسلم، بس يا ريت توطي التلفزيون بس شويه عشان اللي في ايديا ده، دي مخروطه. احنا هنا بنقول عليها مخروطه في مصر، وفي اسكندريه يقولوا عليها ادوسيه. دي عباره عن عجينه بتبقى بالميه والدقيق، ولو عاوزها تلونها بالشكل ده بتحط لها الوان طبيعيه، يا اما ميه سلق، يا ميه جرجير، يا اما ميه سبانخ، وممكن بالبنجر، ممكن بالبرتقال، بصفار البيض. فهي دي بقى لو عاوزها تبقى متلونه. فحاول تكلمنا تاني. ادي الحمرة اهي اهيت، وادي معانا الخضرة والصفرة ان شاء الله تكون استوت. ما بتاخدش سوى، اول ما لونها كده يغير ويحلو كده وتحس ان هي فرفطت من بعضيها، تعرفي ان هي استوت على طول. ست نادية، ست نادية. ايوه. اهلا يا ست ناديه بالمحله عليكم. واهلها. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا ست ناديه بالمحله. ازيك يا حاجه غاليه؟ والنبي يا حاجه اسمعيني من التليفون عشان اسمعك كويس. ازاي الصحه؟ تسلمي، بس اسمعيني من التليفون. حاضر 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 يا حاجه غاليه. بقول لحضرتك. اتفضلي. انا بحبك جدا. وانا كمان بحب المحل وحلها، بس عايزه رقم تليفونك. عينيا، ارجع لي الكنترول وخديه، هتلاقيه يدولك على طول. وبعدين يعني ده انت اهل خير. عشان اكلمك، بس عشان اكلمك. تحت امرك، ما انا كان معايا بنتين من المحله زي الفل واحنا في الحسين. ما انا من المحله الكبرى. كان معايا بنتين من المحله زي الفل. حاضر حاضر. انت يعني البركه. الله يبارك فيك ويخليك لنا يا رب. احنا لسه كنا بنقول ان الكلام الزين يسد في الدين. الله يديك الصحة. لازم نحب بعض ونحب جيراننا ونحب اخواتنا. الله يخليك اخواتنا. يا رب الله يخليك. تسلمي. بعد اذنك رقم بس التليفون بتاع حضرتك. ارجع للكنترول يا ست الحبايب، يدهولك على طول. يعني تنيني رفع السماعة؟ ايوه، ارجع للكنترول هم يدوك الرقم. ماشي، ارجع ازاي؟ زي ما انتي، خليك على السماعة زي ما انتي. ماشي، شكرا شكرا. العفو. السلام عليكم. مع الف سلام. كده هنعمل بقى اللون الابيض، هو اخر لون معانا على فكره، بتزيد وحلوه ومبروكه قوي. دي بقى ميه ودقيق خالص، يعني ايه ما فيهاش الوان. دي البيضه دي اهي.
الست كنز شرف بتقول لي يا غالية حماتي ما بتزعلش من حد أبدا خالص، حتى لو هي زعلت من حد ما بتردلوش القاسية. يعني دي بقى نتعلم منها كل حاجة حلوة. يا ست خلود، ست خلود، يا خلود، مرحبا. يا مرحب، يا مرحب، مرحبا، مرحب بيكي. كيفك يا ست غالية؟ تسلمي، اهلا بيكوا في حبايبنا. كيفك يا ست غالية؟ الحمد لله احنا بخير. بس وطي التلفزيون شوية. كيف مصر؟ الحمد لله، يا ريت اللي يكلمني بس وطي التلفزيون عشان اقدر اسمعه. كيف مصر؟ الحمد لله يا مصر بخير وبتسلم عليكم كلكم. الو، سمع حضرتك، اتفضلي. عاوزاكي تعملي الملوخية بالأرانب. عينيا، احنا عملناها قبل كده، ولو عاوزة تشوفيها خش على الصفحة بتاعتنا الرئيسية على الفيسبوك او على اليوتيوب هتلاقيها موجودة. حبيبتي يا حبيبتي يسلمك ويسلم مصر والعراق. يا رب يسلم كل الدول العربية. مع ألف سلام. كده هنحط اللون الأحمر. يا جماعة يا ريت اللي يكلمنا يسمعنا من التليفون مش من التلفزيون عشان بس أقدر أسمعه كويس وما يبقاش الصوت سابقنا. أهي، ما تحطهاش كتلة واحدة، خليها متفرفطة من بعض عشان ما تعجنش، واكتميها كده. ادي اللي طالعه اهي قدامكم، بصوا اهي، تمسكيها زي الكسكسي بالظبط، تفتحيها من بعضها وسيبيها تستوي كويس عشان تطلع معاكي الواحده بوحدتها كده. بصوا عامله زي كانها زي المكرونه الاسباجيتي بالظبط، اهي في ايديا، اهي بصوا في ايديا عامله ازاي، اهي الواحده بوحدتها، فسيبيها تستوي كويس عشان تطلع الواحده بوحدتها كده اهي. حطينا اللون الاحمر قبل ما نكمل اللون التاني. يا استاذ احمد. الو، اهلا وسهلا. ازيك يا ست غالية؟ الحمد لله بخير. عاملة ايه؟ تمام، كله تمام، والمخروطة النهاردة على وشكوا الحلو. تسلم ايدك يا ست الكل. ربنا يخليك. ماشي، انا عايزة ابعت تحية لمامتي. اتفضل. مامتك اسمها ايه؟ ام احمد. يا عاشت لسامي يا ست ام احمد. وللمدرسة بتاعتي. مدرستك اسمها ايه؟ اسمها ميس دينا. ميس دينا، انت عندك كم سنة؟ ايه؟ عندك كم سنة؟ عندي 13 سنة. سنة كام؟ أولى إعدادي. عاشت لسامي، يلا شد حيلك بقى عشان تيجي هنا هنعمل حفلة للأطفال وكلكم الجنة. ماشي يا ست غالية. إن شاء الله هنروح كده نعمل حفلة كبيرة وكلكم الجنة. ماشي يا ست غالية. تعرف تغني؟ أه بعرف أغني. طب يلا غني غالية كده أغنية حلوة. أغني لك أغنية إيه؟ زي ما تحبي، حلاوة الأكلة الشعبية، أي حاجة حلوة منك. ماشي. هقول يا حلاوة الأكلة الشعبية. يلا وأنا معاك. حلاوة الأكلة الشعبية بترد الروح ومغذية، يا حلاوة الأكلة الشعبية. الأكل الشعبي مفيد لينا، بينزل بينا ويقوينا. الأكل الشعبي مفيد لينا، بينزل بينا ويغذينا، واللقمة حلال بتدفينا، والبركة حسب حسن النية. يا حلاوة الأكلة الشعبية. الله عليك، تسلم وتعيش يا قمر. ربنا يخليك يا ست غالية، شرفتني. ولازم بقى تسيب العنوان عشان ابعت لك طبق مخروطة. ماشي. طب انت الايميل بتاعك على الفيسبوك اسمه ايه يا ست غالية؟ خش على صفحتي، صفحة الست غالية، واكتب لي كل اللي نفسك فيه.
ماشي يا ست غالية، مع ألف سلامة يا قمر. دي الصفحة الرئيسية بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله، هي اللي عليها العدد الكبير دونا عن الصفحات كلها اللي معمولة باسمي. هي دي الصفحة الرئيسية اللي تقدروا تكلموني عليها واقدر ارد عليكم. اكتبوا كل اللي انتوا عاوزينه، وكمان كل اللي عاوز يجي لنا مطبخنا يجي ويشرف. ايه كده خلاص كده، دي اخر واحدة اللي هي اللون الابيض. اهي بس دي بقى انا هعينها، مش هعملها مخروطة، دي بعد الحلقة ان شاء الله هبقى اوريها، هقعد كده واحشيها لحمة واحطها في الفرن واقطعها وبعمل لكم واحدة زيها المرة الجاية. هعملها بس مطبق كده، يعني انت ممكن تعملي الفطيرة تعمليها تفرديها كده فطيرة كده، وتروحي جايبه لحمه مفرومه معصجه وتروحي فردها فيها وتروحي مطبقاها كده، تبقى زي المطبق بالظبط اهي، وتخش الفرن وتبقى زي الفل. هنشوف بقى دي، الله على اللون الاحمر. عاوزة بس اوريكم اللون الاحمر قبل ما نطلع فاصل، وهو بصوا شكله حلو ازاي. اول لما بتستوي بيبقى لونه حلو، يعني لونه بيرد ويبقى لونه جميل وحلو قوي. كده هناخد فاصل عبال ما الم كل الدربكة اللي عملتها غالية وارجع تاني لحبايبي. صفحة الست غالية، هنخش على الفيسبوك ونعمل سيرش عليها، نكتب الست غالية، الصفحة اللي عليها 134,000، ونخش نعمل عجبني للصفحة عشان نقدر نتواصل مع الست غالية ونشوف كل الصور بتاعتها والأكلات بتاعتها. الحمد لله، ازيك يا ست غالي؟ تمام الحمد لله. قولي يا اخويا كده الصفحه بتاعتنا الجديده اللي على اليوتيوب لحسن ناس كتير قوي بتسالني عليها. وعشان نشوف الحلقات الكامله للست غاليه هنخش على اليوتيوب. ونكتب الست غاليه. هتجيلنا القناة بتاعت الست غالية على اليوتيوب، متقسمة للحلقات الكاملة الست غالية والأكلات بطريقة مختصرة، وصور الأطفال اللي بنعرضها في البرنامج بتاعنا، والفقرات الخاصة اللي بنعرضها في البرنامج بتاعنا برضه. يا أخويا صحيح، صدق اللي قال، إدي العيش لخباز ولو ياكل نصه. رجعنا تاني لكل حبايبنا. طبعا احنا كده عملنا اللون الاخضر واللون الاصفر، ومعانا كمان اللون الاحمر واللون الابيض بقى. طبعا انا عاملاه من الاول لان هشكل منه كتير، بس طبعا طريقة سهلة انتوا شفتوها وعرفتوها ومش محتاجة اي حاجة. ادي اللون الاحمر، وادي اللون الاصفر اللي هو بالبرتقال، وادي اللون الاخضر
اللي هو بالسلقة أو بالسبانخ أو بأي حاجة تحبوها لونها أخضر، المهم إن هي تكون ألوان طبيعية وحلوة. أهو هنيجي بقى للون الأبيض. اللون الأبيض ده بقى هنشكل منه زي ما احنا عاوزين، هنعمل منه حلو وحادق، حلو وحادق. الحلو بعد ما هتسويها وتطلعيها وتديها حتة زبدة، هتروحي واخدة منها كده خالد عبد الله بيقول لي يا غاليه ابني بيحبك قوي وبيحب كل اكلاتك، كتر خيرك، اكيد مامته بتعمل حاجات احسن من غاليه، وعنده 11 شهر عقبال ما يبقى عنده 11 سنه او 100 سنه. هنحط سكر بودره، هنحط مثلا شويه زبيب، شويه جوز هند زي اللي ما عندك في البيت واللي عيالك يحبوه. طبعا هتحط لها الزبده اللي انت عاوزاها على حسب ما تحبي. هنعمل منها بقى حادق، الحادق هنعمله ممكن تعمليه بالجبنة الرومي، يعني تحطي جبنة رومي وزيتون وحاجات دي كلها هيبقى حلو قوي، وممكن تعمليه بحاجة تانية، تعمليه بالصلصة زي احنا ما هنعمله بالصلصة برضه هيبقى حلو وجميل وزي الفل اهو. تتاكل حادق وحلو، وفي وجه بحري عامة بياكلوها حادق، يعني مع السلطة والحاجات دي كلها بياكلوها حادق. هنديها جبنة رومي. أماني. أيوة السلام عليكم. أهلا باسكندرية وأدوسية اسكندرية. أهلا يا حبيبة قلبي، ازيك يا ست غالية؟ تسلمي، احنا مهما نعمل مش هنعملها زيكم. اه طبعا. انت بتعملي النهارده ادوسيه؟ اه. الصوت عندك ليه واطي؟ لا انا سامعاكي كويس. طب الحمد لله. بقول لك يا ست غاليه معلش بسرعه كده، هو تقولي لي طريقه البكاكين، تعرفي حاجه اسمها البكاكين؟ سمعت عنها بس اعرف لك طريقتها. حاضر. ما تعرفهاش يعني؟ اه اللي يعرفها يكتب لي على الصفحه بتاعتي او يتصل ويقول لي. انا شفتها على اليوتيوب في مع يعني طرق تانية، بس قلت اسمع من الست غاليه. طب لان انت هتقولي لي طريقه سهله. لا قولي لي الطرق اللي انت عارفاها، احنا نتعلم من بعض. هي يعني بيعجنوها بلبن رايب باين وخميره، بس انا يعني ايه كنت عايزه اعرف طريقه منك انت. طب بصي يا ست الكل، هي عامة أنا هسألك على طريقتها المظبوطة السهلة وهتصل بيكي وهقولك على طريقة تكون سهلة خالص وأكون أنا كمان جربتها وتعلمتها صح. طيب ماشي. عشان ما أقدرش أقولك على حاجة ما أعرفهاش. عالي عشان غاز. حاضر. مش أنبوبة. حاضر. ماشي حبيبتي. شرفتيني. وعايزة أقولك على ملحوظة معلش يعني صغيرة كده من أخت. اتفضلي. مش عايزاكي تغيري طريقتك خالص. يا ريت نعرف ده. أنا مش لا عارف. مش عايزاكي تغيري طريقتك اللي حبيناكي بيها. يا ريت اعرف ده، انا مش عارفه ده بيعيبوا يعني عليا لما تحاولي انت ايه هتنسي. بصي على حلقاتك القديمه كده وخليكي زي ما انت. انا زي ما انا ما اتغيرتش خالص. انت شايفه حاجه اتغيرت في غاليه؟ لو شايفه حاجه اتغيرت في غاليه قولي. بصي وهقول لك على مثل كمان عشان ايه ما انساش بقى. اتفضلي. يقول لك يا حبيبي وفر ما دمعك. ايوه. في الحياه ما نفعتني، في الموت ما انا سامعك. الله عليكي. اه التقصير بقى من الاهالي، فبيقول لك المثل ده يا حبيبي وفر مدامعك، في الحياه ما نفعتني، في الموت ما انا سامعك. الله ينور عليكي صح. آه طيب يا حبيبتي مش هطول عليكي بقى عشان تخلصي الادوسيه بتاعتك. حاضر. دخلنا النهارده بالالوان. اه عاملاها النهارده بالالوان الطبيعيه الحلوه عشان العيال دايما كده يحبوا يغيروا. تسلم ايديك يا رب وعينيكي ويخلي لك ولادك يا رب وتفرحي بيهم. تسلمي وتعيشي يا ست. واوعي تنسيهم وتنسي جوزك. انساهم وانسى جوزي؟ الشغل ينسيكي. لا لا ما اقدرش. اوعي تنسيهم، دول اولوياتك، دول اهم اولوياتك. ده هم كل حياتي والحمد لله على اللي يجيبه ربنا، انا راضيه. الحمد لله ربنا يديك الصحه والعافيه ودايما تبقي في تقدم كده. تعيشي وتسلمي. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. يا اختي ده اللي يسعدها زمانها تجيب بناتها قبل صبيانها.
عاوزه اعمل حاجه بس قبل ما احط ايدي في الثوم عشان ابقى عملت كل الحاجات اللي هي باللون الابيض. هنعملها في صينيه بالشربات برضو، دي ما بتاخدش وقت. يعني انت ممكن تروحي جايبه صينيه زي دي، اي بقى صينيه عندك اي مقاس. المخروطه اول ما تنزل من على النار تديها حته زبده على طول، وهي سخنه كده تقوم تلمع وتفك من بعديها وتبقى حلو. وندهنها زبده كده، والطريقه دي ممكن بدل ما تديها شربات تنزليها في شوربه، في شوربه اي شوربه عندك، شوربه لحمه شوربه فراخ، تبقى احلى كمان من الشعريه اللي بتبقى في اكياس والعيال يجيبوها ويحطوها في ميه سخنه والكلام ده كله، تبقى زي الفل. رأفت ماهر بيقول لي يا غالية اموت واسمع اسمي. اخويا بعد الشر عليك. رأفت ماهر رأفت ماهر رأفت ماهر، ولا تزعل نفسك. زي ما تكوني هتعملي الكنافه اهي، بس دكيها بقى يعني ما تسيبهاش هايشة كده. بصوا زي ما بنعمل الكنافة كده اهي، ما فيهاش سكر ما فيهاش اي حاجة، السكر هي يدوبك الزبدة، وانتي بتتحكمي في السكر، عاوزها حلو عاوزها حادق زي ما تحبي، عاوزها تطلعيها تحط لها لبن اهي، دكيها بس جامد خمشيها ببعضيها اهي، وهتخش الفرن تخش بالظبط 5 دقايق وبتطلع زي الفل. تطلع سخنة تديها شربات سخن، اما تطلع سخنة تديها شربات سخن. يا ريت كل حبايبنا بس يعلوا لي صوتهم شوية. ست عزة بتقول لي يا غالية يا ريت الناس تحسب الكلمة قبل ما تطلع من بقهم، لأن الأيام دي الناس عصبيين قوي مش عارفة إيه السبب. يمكن بنقول إن الناس مضغوطة أو في كل واحد يعني كل أناية مسحومة بميتها على رأي المثل اللي بيقول، فإحنا نصبر على بعض والخير بالخير والبادي أكرم. وعلى رأي المثل اللي بيقول خليك في حالك يزيد مالك، دي هنعملها زي المكرونة بالظبط. فص توم كده ومعاهم حتة زبدة أو شوية زيت على حسب اللي تحبيه يعني. طريقتها سهلة وبسيطة، ولو عاوزة تلوني هتلوني بالألوان الخضار، بألوان الخضار. انا عاوزه اعلم بتاعه البرتقال بالبرتقال. اهي، وعاوزه برضو اعلم بتاعه البنجر بس بعد ما اعمل المصلصه. اهو فص توم ومعاه شويه كزبره ناشفين صغيرين، وتعمليها. تقدري تعملي من المخروطه او الادوسيه كذا شكل وكذا نوع وكذا لون، بتبقى سهله وبسيطه. اعمليها حادق، اعمليها حلو، اعمليها ملونه للعيال، والوان الخضار ما بتغيرش طعمها، بتبقى حلوه برده وجميله. ودي هنعملها زي المكرونة الاسباجيتي كده. لو عاوزاها تضيف لها بيضتين زي عجينة المكرونة خير وبركة، اعملي حتة كده لوحدها بالبيض وامسكيها برضو انشبيها واعمليها في المكنة واعمليها زي المكرونة. وهنحط لها معلقة صلصة.
هنزود بس شويه ميه. عشان طبعا الايه انت ممكن تحطي طماطم، تحطي صلصه زي ما تحبي. وهننزل عليهم بالمخروطه. اهي هتبقى طعمها برضو حلو قوي قوي، كأنك بتاكلي مكرونة. ونغرفها برضو، عاوزين طبق كبير يا محلى طبقنا. استاذ مهند السعدي بيقول لي يا غاليه اي حد لازم يفكر ويزين الكلمه قبل ما يقولها. عندك حق. ام محمد بتقول لي يا بخت من بات مظلوم ولا زبطش ظالم وما تجرحش حد. صدقتي. في مثل كنا دايما نقوله، قلل كلامك تأمن ملامك، محدش يعرف يلومك. وادي اللي بالصلصة. النهاردة عاملين مهرجان كبير قوي للمخروطة بكل شكل وكل لون. عاوزين بقى نحط نعلم دول، دي هحط لها ورقة سلق عشان تبقى معروفة ان بالسلق، ولو مش عاوزة سلق زي ما قلنا تقدري تحطي اي حاجة خضرة، اهم حاجة تكون طبيعية وما يكونش فيها الوان من الالوان اللي بنسمع عنها الوحشة اللي بتجيب امراض وحشة للعيال. ابعدهم عن بعض شوية كده. ست ام محمد غالية، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ تسلمي وتعيشي. والله حضرتك اول مره اتكلم في برنامج مع حد. ده احنا النهارده زادنا شرف. الله يخليكي، من حب فيكي بصراحه. والله انا يعني حبيت اكلمك واشكرك على اللي انت بتعمليه. ربنا يخليكي، انتوا بتعملوا الاحسن. الله يخليك يا ست غاليه، انت منوره الشاشه واحنا بنحب نشوفك على طول. تسلمي وتعيشي. يا ريت نشوفك كل يوم والله بصراحه يعني. ده لسه بيقولوا لي يا غاليه اوعي تتغيري، انا مش عارفه ايه اللي اتغير في غاليه، لو حد شايف حاجه اتغيرت يقول لي. انا والله ما سمعتش الا كذا حلقه واتعلقت بيكي جدا يعني، بدنك بسيطه وبتحبي بنعمل اكل زي احنا بنعمله بالظبط يعني. كلنا زي بعض، والاكل الحلو بيطلع من القلب. لا والله عملت حاجات كتير كده يا عيالي، شكروني على اللي بتعملي يعني زي انت عملت بالظبط. يعني انت عارفه كل ما قلبك يبقى حلو اكلك يطلع حلو. يا ريت يا غالي، انت كويسه جدا واحنا بنحبك بصراحه. ربنا يخليكي وتسلمي من كل شر. ربنا يخليك ست غالية، احنا استضفنا بيك كتير والله. ربنا يخليكي ويبارك لنا فيكي وفي عمرك. الارض اللي انت كنت مربيها لنا دي كانت شكلها جميل قوي. ما هو قال لك عاوزين نايب، قلنا عندنا ارانب. بس بصراحه انت يعني كويسه ست غاليه، احنا بنحبك قوي والله. ما انا قلت كل واحد يمسك السطح كده ينظفه ويهندمه ويخليه حلو ونربي فيه، تربي فيه بطايه، تربي فيه دقايق، تربي فيه دكر ارنب. ما احنا بقى ما عندناش سطوح، احنا قاعدين في شقه محكومين ما بنعرفش نروح كده ولا كده. معلش ربنا ان شاء الله يوسع عليك. احنا وانت يا رب، ربنا يديك الصحه يا ست غاليه. شرفتينا النهارده وانستين. الله يخليك يا استاذ، والله ابني اللي اتصل بيكي. اهلا وسهلا. انا كلمت ست غاليه بتعمل حاجات حلوه، اعمل لي زيها. اعملي له المخروطه دي حلوه، تمشي عشاء وتمشي غدا وتمشي فطار، وممكن تعمليها بعد ما تسويها حطيها كده في شويه لبن حلوين محليين بالسكر تبقى زي الفل. بقول لك يا ست غاليه. اتفضلي. هو انت حضرتك بتعملي البرنامج في بيتك ولا في استوديو بره ولا ايه؟ هو زي بيتي بالظبط. شوفي ده كانك شفتي بيت غالي. بالظبط يا ست غالي. يا رب يديك الصحه. تسلمي وتعيشي يا ست الحبايب. وبعدين السواد ما يغلاش عليكي، عاوزه حله، عاوزه هون، عاوزه اي حاجه تحت امرك. يا ريت نجربنك يا ست غالي عشان ناخد منك اللي احنا عايزينه. تعالي يا اختي، ما انا لسه بقول اهو، ما كانت امي لفه البيوت كلها والحبايب كلها بيجوا ياخدوها. ربنا يديك الصحه ويديها الصحه يا رب.
تسلمي وتعيش. وديك الصحة استغلت. شرفتينا. الله يخليك. السلام عليكم. مع ألف سلامة. ده اللي بالبنجر أهو. أنا علمت اللي بالبرتقان واللي بالبنجر واللي بالسلق واللي بالطماطم برضو واللي بالجبنة والزيتون أهو. كده لسه فاضل لنا اللي في الفرن. إن شاء الله تطلع وتبقى حلوة وتعجبكم. اللي في الفرن دي تقدري تعمليها بدل الشكل 4 و5. هقول لكم ايه هما بقى تعمليهم ازاي. اللي في الفرن لما ان شاء الله تطلع هي مش هتاخد وقت. دي ممكن زي ما هي كده تروحي حطها في لبن سخن تبقى عاملة زي الشعرية السخنة. وممكن تحط لها عسل من بتاع الكنافة والبسبوسة. وممكن تروحي حط لها شايلها زي ما هي كده بعد ما خدت لون في الفرن وتحمست شوية تروحي منزلها في شوربة زي الشعرية اللي كاس بدل الشعرية اللي كاس اللي العيال بيجيبوها الوحشة دي. وتبقى معاهم جميلة وزي الفل. يا ست أم حسام. ألو السلام عليكم. اهلا بالمطريه واهلها. ربنا يخليك. انت عامله ايه؟ تسلمي يا ست ام حسام. ربنا يخليك. انت فاكراني؟ انا عمري ما بنسى حد ابدا الحمد لله. كل حبايبي دايما كده في قلبي. ربنا يخليك ويديك الصحه يا رب. تسلمي يا ام حسام. الحمد لله. ربنا يبارك لك يا رب. واحنا بنحبك وانت في قلوبنا طبعا. ربنا يخليك. والنهارده عملت لك مهرجان للمخروطه. جميله جميله جميله. ام كانت بتعملها لنا بقى قبل ما نتجوز بس في طريقه تانية يعني للمخروطه كمان. طب يا ريت تقوليها لي. يعني انت بتقولي انت عاملاها كده 100 100. لا قولي لي برده الطريقه التانية. بس في بقى بيحطوا عليها عسل. عسل اسود. ايوه تبقى بيضه بيضه زي ما هي كده ويرش عليها عسل اسود. ايوه زمان كانوا بيعملوها كده. اللي عاوز يرش عسل اسود يرش. بس تسلم ايديك جميله بصراحه. انت ما خليتيش في جهدك جهد يعني على قد ما عرفت. لا ازاي انت استاذه. لا على قد ما عرفت. لا ازاي بقى انت استاذه وما شاء الله عليكي يعني كل يوم في جديد. ربنا يخليكي. تسلمي. ده انتوا اللي عندكم كل حاجه حلوه. ربنا يديك الصحه يا رب. وانت عارفه انا ام مين بقى؟ ومين؟ ام الدلع كله. عارفاها؟ مين يا ترى؟ كل اللي عندي متدلعين. بسبوسه. بسبوسه. ها اهلا 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 يا ست ام بسبوسه. انت تنسينا كده. احنا قلنا انت قريت لنا الفاتحه في الحسين بقى. انا قريت الفاتحه امانه لكل حبايبي والله ولكل الناس اللي بتكلمني وكل اللي بيشوفونا. ربنا يبارك لك يا رب. بصراحه انت يعني مش عارفين نقول لك ايه يعني. انت ربنا يبارك لك. تسلمي وتعيش يا ست الحبايب. هي بتسلم عليكي بسبوسه وابو بسبوسه واخوات بسبوسه. وبوسه من غاليه البسبوسه وكل عيله بسبوسه. ربنا يخليكي يا رب. ولاد خالد بسبوسه برضه. وستها بقى ساكنه جنبك في الوراق. بعتلك سلامه وبعتلك بوسه من هنا ومن هنا. تسلمي وتعيشي على راسي من فوق. اسمها ام محمد بقى سلمي لي عليها. احلى سلام للست ام محمد. وانت على الهوا كده. ربنا يخليكي. ربنا يديك الصحه ودايما كده ايه في يعني في جديد. يا رب يخليهم لك يا رب. وتسلم ايديك. ربنا يخلي لك حسام وجنه وكل حبايبي. ربنا يخليك يا حبيبتي. تعيشي يا رب. وادعي لهم كده بقى ايه ربنا يسهل معاهم السنه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي. شكرا. ممكن اخد الرقم بتاعك؟ حضرتك ارجع للكنترول. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب. اتفضلي. مع السلامه. مع الف سلامه. هنرجع تاني. يا عمرو بيقول لي في ناس كتير قوي على الصفحه الرئيسيه بتاعتنا على الفيسبوك بيسالوا طريقه المخروطه تاني. طريقه المخروطه سهله. ميه ودقيق. ولو عاوزه تلوني بتعجبي الالوان بتاعه الخضار. مالكيش دعوه بالالوان الوحشه اللي موجوده بره اللي هي بتضر الصحه. لو عاوزه تعملي لون احمر شوفي ايه لون في الخضار غير البنجر لو مش حابه بنجر. لو عاوزه تعملي لون برتقاني شوفي مثلا اعملي بالكركم اعملي بصفار البيض اعملي بالبرتقان. عاوزه تعملي باي لون اختاري اي لون تحبيه. يا ست ام هند. الو السلام عليكم. اهلا يا ريحه الحبايب. كيف حالك يا ست غاليه؟ تسلمي وتعيشي.
شلونكم؟ مش هالجمال اليوم ما شاء الله، والابداع والفن كله. ربنا يخليكي. ده يعني حاجه، انتوا طبعا عندكم في السعوديه في المخروطه دي ولا ما فيش؟ لا لا يا ست غاليه، ما في مخروطه. ما عندكوش المخروطه دي؟ ما بتتعملش خالص؟ لا لا، بتتعمل في المحلات بس بتكون غاليه وكده. يعني ما شاء الله عليك، انت ورثيهم اليوم. يا اختي جيبي لك مكنه زي دي وروحي اعمليها في البيت. استنى اوريك المكنه اهي، مكنه زي دي، بدل ما تشتريها تشتري المخروطه بالغلا والكوى، اشتري لك مكنه زي دي من اي مكان واعمليها. هي بتبقى عجينه عباره عن ميه وشويه ملح بركه صغيرين، وتكون عجينه جامده كده حلوه، وافرديها واعمليها وحطيها على البخار تستوي في اي مصفى وحل. هي من ايدك بس انت، هي من ايدك زي العسل انت. تسلمي وتعيش. يا ريت كل حبايبي اللي في الدول العربيه يشتروها يعملوها بدل ما يشتروها من بره. اعمل حاجتي بايدي ولا اقولش للعبد يا سيدي. الله يخليك يا ست غاليه، ورثينا كل حاجه وما خلتينا محرومين من اي حاجه. الله يسلمك يا رب، وعملتيها بكل الالوان. تسلمي. الله يخليكي. خدي بنتي، عايزه اسلم عليك يا ست غاليه. حاضر. يلا هديهن. الو الو يا قمر. هلا ست غاليه. هلا بيكي. شلونك يا ست غاليه؟ شلونك انت؟ عندك كم سنه؟ عندي 12 سنه. 12 سنه؟ ايه. وفي سنه كام؟ سادس. يعني في سنه سته؟ ايه. ومدرستك بقى اسمها ايه؟ اسمها عنود. انا ببعت لها احلى تحيه واسمها الجميل. تعرفي تغني لنا اغنيه حلوه سعودي؟ ايه. طب يلا غني. سارعي للمجد والعليا، مجد ديري خالق السماء، وارفع الخفاق الاخضر يحمل النور المسطح، رددي الله اكبر يا موطني موطني، عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعالم والوطن. الله عليكي، الله عليكي وعلى صوتك الجميل، وتحيا مصر وكل الدول العربية. إن شاء الله لما تنزلي مصر لازم تيجي عندي هنا عشان تحضري معانا حفلة الأطفال. إن شاء الله. سلمي لي على كل إخواتك. ما عندي إخوات أنا. انت بس الوحدانيه؟ وحدانيه ايه، زي بعض كل الاطفال اللي في العالم كلهم اخواتك. وكلنا اخوات وحبايب. ده انت يا اختي من الوز عوام، انت حلوه صوتك جميل، وبعدين زي ستك ام حميد كمان بتعرفي تتكلمي كويس. الله يرحمها. الله يرحمها ويبشبش الطوبه اللي تحت راسها. قولي امين. امين. شرفتينا يا حبيبتي. ايه. على عيني كنت وديت لك المخروطه دي كلها. وعموما كل الدول العربيه كلها بلد واحد، كلنا اهل وعلى ارض واحده. يا ست امان. ست امان. الو، عسلامة ست غالية. اهلا وسهلا بالامارات واهلا. شنو احوالك؟ الحمد لله احنا بخير طول ما كل حبايبنا بخير. تفضلي. نتفرج عليك كيف تعمل في المخروطة. انا اول مرة عندنا شكل هذا يشبه الاكلة هذه بس مش نفس الشيء يعني. طب عندكم ايه يشبه لها؟ نواصر. نواصر. المواصر. نواصر ايه، نعملوها كيك. بتبقى بنفس مربعات صغيرة صغيرة ونصوروها. بتبقى مربعات، ما بتبقاش طويلة كده يعني؟ لا لا لا، تبقى مربعات صغيرة صغيرة ونصوروها ونعملوها زي كيكة بالطحين. لا دي بتبقى طويلة كده. هي حلوة. تسلمي ديك ست غالية، والله يعطيك الصحة. تسلمي. انت بقى لو حبيتي تعمليها اشتري مكنة زي دي كده واعمليها، ولو ما اشتريتيش ابعت لك مكنة امي. شكرا شكرا. زي ملف تكون انت والمكنة، وتعالي عندي الامارات ان شاء الله. اجيبك على عيني في المطبخ انا وانت. ان شاء الله. وزي المكنة دي ملفة الورقة كلها تلف كل الدول العربية. الله يخليك يا ست غالية، والله تونسينا انت كل يوم.
ده انا اللي بتونس بحسكم وبحبايبكم. وكمان بالمناسبه لو فاكرين بالرحم على ام حميد خاتنا من غير ما نعرفها، بس من كثر ما نتبع فيك. الله يرحمها. القلب بيشوف قبل العين، وكلنا حبيناها من صوتها. الله يرحمها وينعمها يا رب. وبالمناسبة عاوز أقول لك ولكل حبايبنا اللي بيسمعونا، لو فاتتك أي حاجة عملنا قناة على اليوتيوب، هتخشي عليها هتشوفي كل الحلقات وكل الفيديوهات الموجودة. كل حبايبنا يشوفوا كل الفيديوهات بتاعتنا على القناة الجديدة. إيه؟ أنا سمعتك إيه كل عرفت. خشي عليها وانت تشوفي لو أي حاجة فاتتك. أصحابي هنا في الإمارات الكل يسلموا عليك. سلامي ليهم ولكل شعب الإمارات. المدرسات اللي ندرس معاهم في المعهد يسلموا عليك برشا برشا برشا. وانا كمان بسلم عليهم برشا برشا برشا. انت في معهد؟ الله يخليك يا ست غاليه. انت مدرسه؟ الله يعينك. الله يخليك. انت مدرسه؟ ايه مدرسه. يعني انت بتربي اجيال. ايه ندرس والله اجيال. يطلع دايما من بقك الكلمه الحكمه. الله يخليك يا ست غاليه، ربي يخليك لبناتك. دايما الكلمة الحلوة تبعد الأذى. شرفتينا وأنستينا يا ست الحبيبة. الله يخليك يا ست غالية، تصبح على خير، مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يخليك. هنشوف بقى الصينية اللي في الفرن. الله يا عم فكرني، أنت دايما كده يا مصطفى يا نور تسيبني كده، بس الحمد لله عمر ربنا دايما مع الغلابة. هتطلع حمراء زي كده بالشكل ده كده، تقدري تاخديها زي ما هي كده وتروحي على طول حطاها في شوربه، تبقى زي الشعريه اللي بيعملوها بالشوربه، تبقى طالعه جميله معاكي وزي الفل. تقدري تحطي عليها عسل زي ما هنعمل دلوقتي، لازم ادام هي سخنه لازم عسلها برضو يكون سخن زي البسبوسه عشان تبقى معاكي طريه. يا ست ام هشام، ست ام هشام. ايوه اهلا وسهلا بيك. اهلا بيكي. اهلا. انا اول مره اتصل باي حد. ده شرف ليا وعلى راس غاليه من فوق. يا رب يخليك، احنا بنحبك قوي قوي قوي. تسلمي وتعيشي يا ست. كلنا والله العظيم بنحبك خالص، وانا كمان بحب كل حبايبي. ربنا يخليك يا رب. والمخروطه اللي انت عملتيها دي ايه الجمال ده؟ والله قلت يلا بدأ يا بنتي يا غاليه اعملي كده شويه مخروطه ملونين للعيال بدل ما بيروحوا يجيبوا حاجات ما نعرفش معموله من ايه. لا ده انت تسلم ايديكي على كل حاجه بتعمليها. تسلمي وتعيشي، ده انتوا اللي كلكوا كرم. الله يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي، ودايما كده تبقي منوره الشاشه يا رب. ده منوره بحسكم وبكل حبايبي. الله يخليكي. انا كنت عايزه بس ايه، يا ريت التليفون بتاعك علشان اسالك على الفرن إيه الجميل ده، انت جايباه بكام ولا منين ولا حاجات كده يعني. هو سهل، انت تاخدي رقبي على عيني وراسي. تسلم عيني. وشيء يشرفني، لكن الفرن ده سهل، ده معمول عموله عشان هو مقاسه صغير. ما انا عايزه واحد، ما انا عندي واحد كبير بس انا عايزه واحد صغنن كده. فانت احنا هنا في حته انت لو انا اقول لك عليها اسمها تحت الربع. دي هتلاقي فيها ورش كبيره بتصنع الفران دي. هي دي بقى اللي يعني نواحي ايه يعني بالظبط؟ العتبه هقول لك عليها، خدي رقمي وانا هديك العنوان بتاع الراجل. عندي مدنيه امن القاهره كده من ورا. بس انا كده هديكي بقى العنوان بالظبط واسم الراجل اللي مفصله لي. طيب خلاص، يا رب يخليكي بقى، خليهم يدوني الرقم. انا هفضل مستنيه وهم يدوني الرقم. ماشي، واوعي حد يغلبك، ده كبير قوي يوم ما يتمطع ويقول انا وانا 250 جنيه. يعني ما تخليش حد يغلبك ويديهولك غالي. احنا والله انا والله العظيم اول مره اتصل باي برنامج، وبصراحه يعني انا بستفاد منك كتير قوي. ربنا يخليكي، ده شرف ليا والله. والله العظيم. تسلمي وتعيشي. وهقلب صينيه المخروطه دي على وشك الحلو، يا رب ما يكونش قعرها جرى له حاجه. لا ان شاء الله. عشان هما كده دايما ينسوني. استني خليكي معايا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه شايفاكي في التلفزيون، مش عايزه اعلي عليكي. استني بس كده، ان شاء الله وشك حلو عليا. اللهم صل على النبي. لا وشك حلو زي الفل. اللهم صل على النبي. انت حاجتك
كلها جميلة وحلوة. اللهم صل على النبي، ايه الجمال ده؟ اه تقدري بقى تعمليها كده زي الكنافة وتحطي لها بقى الشربات، بس هي لازم تبقى سخنة والشربات سخنة عشان تبقى طرية. ايوه لا ما شاء الله. انا عموما ما شفتكيش في اول الحلقة، بس هتفرج على القعدة بكرة ان شاء الله عشان اشوف كل حاجة. ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. شرفتينا وانستين. الله يخليك، انا مش هقفل بقى عشان يدوني الرقم. اتفضلي. الميزة ان احنا بتبقى هي سخنة والشربات سخن عشان تطرى، تبقى طرية وحلوة، ما تبقاش معاكي ناشفة. لو عاوزاها ناشفة كده من غير ما تحط لها عسل، ممكن تعمليها زي ما قلنا الشعرية، تحطيها في شوربة وتبقى حلوة وجميلة وتبقى زي الفل. ممكن بقى تزوقيها بأي حاجة كده صغيرة. ايه واحدة تاني كده، اعمل لكم هرم من البتاع الحمرة دي اهي. شكلي واعمليها زي ما تحبي، كأنك حاجة بسيطة يعني. انت ممكن كوباية دقيق تعملي منها كل الحاجات اللي تحبيها، شكلي زي ما تحبي. بصوا منظرها جميل، وبصوا اول ما بتحطي عليها الشربات بتبقى طرية وحلوة، وبتدي يدوبك سنة قرمشة، سنة قرمشة، بتبقى حلوة قوي قوي وجميلة. وممكن تاكليها برضو حادقة، وممكن تاكليها حلوة، ممكن تاكليها حادقة وممكن تاكليها حلو زي ما بتحبي. دي بقى كانت اخر حاجة معانا. انا عاوزة اوسع لكم اكتر من كده. مصطفى نور بيقول لي ايه الزحمة اللي انت عاملاها دي؟ طب اعمل ايه؟ عاوزين المكنة تاني؟ اظن كل الناس شافت المكنة. عمرو ابو محسن. هيثم بيقول لي يا غالية ممكن تدعي لأم هيثم على الهوا. أنا بدعي لها من كل قلبي، وربنا إن شاء الله يكرمها. وآية بتقول لي يا غالية في بعض المحافظات اسمها مخروطة. بس أنا اللي أعرفه في اسكندرية يقولوا أدوسية، بس هي بتقول لي الفرق إن هي من غير ألوان. إحنا حملنا الألوان بالخضار عشان خاطر الأطفال، إن عارفين إن العيال بتشبط ودايما كده بيروحوا يشتروا زي ما قلت حاجات ملونة ومش حلوة، فاحنا نقدر نخليهم يستفادوا بحاجات كتير حلوة احنا عاملينها في البيت، وتبقي عارفاها ومتطمنة لها وعارفة ان عيالك هياكلوها بألف هنا وشفا. كريم مسعد بيقول لي يا غالي عاوز اكلات تهدي الاعصاب عشان ابني عصبي قوي. اكله خمس الوان. شوف خمس الوان، كله خمس الوان في اليوم، عقله هيبقى زي الفل واعصابه هاديه، ويبقى معدته كمان هاديه وجميله وزي الفل. اكله لو خمس الوان يعني خيار، طماطم، برتقان، كل الالوان الحلوه دي، جزر، اكله خمس الوان من الخضار هيبقى زي الفل. كبار وصغيرين ياكلوا خمس الوان، كل حاجه هتبقى حلوه وتبقى زي الفل. مروه عبد الحليم عاوزه تسمع اسمها. شرفتينا يا ست مروه، قولي كل حبايبك يا عمرو. الست بحاريه من الجزائر، والحاج عيد، وليالي الليبيه، وشيماء شوشو، وآية علي، وامنيه صبحي، واسراء محمد، وميرفت ابو النصر، وهبه ثابت، وحماده بيجو، واحمد الهادي، وعبد الرحمن الشريف، وهاجر فوزي، وكريم مسعد، وفاطمه محمد، وجنى اسلام، ويوسف مجدي، ورشا الجمل، والست لزمة عشر، وبسمه بسمه، واسراء محمد، والست ايناس من السودان، وعبد الرحمن الشريف، ونور الله المختار،
ست سوسو حمادة اللي بعتت لنا رسالة على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، يا ريت تكلمنا او تبعت لنا رقم تليفونها على الصفحة، عشان احنا هي كانت طلبت مننا حاجة ويمكن ربنا وفقنا وقدرنا نعملها لها، فيا ريت تبعت لنا رقمها عشان نقدر نكلمها. وكل حبايبنا اللي داخلين على صفحات مش بتاعتنا يا ريت ينضموا لنا للصفحة الرئيسية بتاعتنا، عشان نقدر كلنا نتواصل مع بعض ونتكلم مع بعض واقدر ارد عليكم، ونقدر كل حبايبي برضو اللي عندهم اي سؤال يكتبهولي، واللي عندها طبخه بسيطه تكتبها لي، واللي عاوزه اتعلم غاليه اي حاجه تبعت لي مقاديرها، وان شاء الله نقعد على الصفحه مع بعض. طبعا في كمان حاجه عملوها جديد قوي، بس انا بقى في نص هدومي منها ودايبه، يعني خدوا كل الكواليس بتاعتي لما باجي احضر وباجي اعمل الاكل والحاجات دي كلها. فيا ريت اللي عاوز بقى يشوف كواليسنا بقى في المطبخ يخش برده على اليوتيوب وعلى الصفحه بتاعتنا وهو هيشوفها. ست غالية تعالى على يميني كده شويه، هو كده يمينك ولا شمالك؟ ثانية واحدة بقى هنظبط بس الكادر كده عشان الدنيا تطلع ايه مظبوطة. محسن محسن زي ما شفتوا كل اللي بيحصل لي ده، طبعا صوروني من غير ما اخد بالي، ومحسن خضني خضه جامده، بس ان شاء الله انا هخلي العروسه تخضها له 10 اضعاف يعني، اصبر عليا. كل اللي عاوز طبعا هم صوروا حاجات كتير قوي من غير ما اخد بالي، فكل اللي عاوز يشوف كواليسنا يخش على اليوتيوب ويشوف المواضيع بتاعتنا والصور بتاعت الاطفال وكل حاجه تحبوها هتشوفوها على الصفحه بتاعتنا وعلى اليوتيوب. اشرح بقى الاكل كده. احنا النهارده ما عندناش حسبه، ده ميه ودقيق. يعني احنا النهارده فل قوي، تقدري تعملي سفره باقل من 10 جنيه، سفره اهي تعمليها باقل من 10 جنيه مخروطه مشكله من كله. هنبدا من هنا. ديت اللي هي بالجبنه الرومي والزيتون، بتبقى حلوه قوي وبتبقى جميله. بتحط لها بعد ما بتحط لها الزبده بتروحي حاطه لها جبنه رومي وزيتون مشكل، وبتحلوه قوي وبتبقى تنفع غدا او عشاء، بتبقى جميله. وده الحلو، سكر بودره ومكسرات وزبيب وجوز هند وكل اللي عندك حطيه فيها، وممكن كمان تضيفي لها لبن لو حبيتي، يعني حبيتي تاكليها بلبن. دي اللي بالسلق اللي هي لونها اخضر. بتجيب السلق او السبانخ او البقدونس، اي حاجة لونها اخضر من الخضار، بتضربيه في الخلاط وتصفيه كويس قوي، ما يبقاش فيه اي حاجة مفتلة، مية صافي، وتعجني بيه، بيبقى زي الفل وبتبقى معاك مفلفلة وزي الفل. ودي اللي بالبرتقال، ممكن تعمليها بالبرتقال عشان طبعا لونه بيبقى اصفر، والبرتقال البلدي والسكري كتير الايام دي وحلو، وكمان العيال تستفاد بطعم البرتقال وفوائده، بتبقى حلوه قوي. ولو مش عاوزاها بالبرتقال اعمليها بصفار البيض برضه هتقلب معاكي اصفر، اعمليها بمش سنه كركم اصفر من اللي بيتباع عند العطار برضه هتديكي نفس اللون. بس كل ده لو الاول لازم تعجنيها، تعجنيها كويس عشان تديكي اللون الحلو. هنيجي للون الاحمر، ده بالبنجر،
ده بالبنجر. هو طبعا البنجر زي ما انتم شايفينه اغمق شويه لان احنا واخدين ميته بعد ما اتسلق. بتاخديه بعد ما بيتسلق وبتضربيه في الخلاط وبتصفيه وبتاخدي برده ميته وبعد كده بتعجني بيها. لو مش عاوزاه بالبنجر دوري على لون في الخضار يكون مقارب او لون احمر يكون حلو. هنيجي للي بالطماطم زي المكرونه. دي بتتعمل بصلصه زي المكرونه بالظبط، فص ثوم وبتحطي عليه شويه طماطم وشويه كزبره وشويه ملح وتنزليها فيها تاخد على طول تتشرف في بعض وتاكليها زي المكرونه. ممكن كمان تضيفي لها لو حبيتي شويه لحمه معصجه لو فيه، مفيش خلاص زي الفل كده. ودي اللي بالعسل بتتحط بعد ما بتحطيهاش نيه مستويه، مش تاخديها نيه زي ما احنا كنا عاملينها كده بدقيقها تحطيها في صينيه، لا لازم الاول تفوريها على النار وتبقى مستويه وبعد كده بتحطيها في صينيه وتدكي تكون مدهونه بالزبده وتدكيها جامد قوي زي ما بندك الكنافه وتدخليها الفرن. اول ما بتحمر بتقلبيها وهي سخنه بتديها عسل سخن وتديها وتكون هي سخنه، الاثنين سخنين فتقوم ما تبقاش ناشفه، تبقى طريه وحلوه يا دوبك واخده القرمشه البسيطه. وممكن كمان نعمل حاجه حلوه قوي، انا نفسي اعمل لكم طبق فيه كل حاجه. يا ست لبنى، ست لبنى، ست لبنى، طب حاولي تكلميني تاني يا ست لبنى. ممكن ناخد نعمل بقى للعيال ايه، حبه كده حبة كده. حبة كده. ده العيال هيموتوا فيها ويحبوها قوي قوي قوي. وناخد لهم كمان حبة من الأبيض. ايه؟ تبقى ملونة وحلوة كده وتديها لعيالك بألف هنا وشفا، هيحبوها قوي وكلها ألوان طبيعية وحاجات طبيعية وحاجات تفتح النفس. يا رب تكون الوصفة دي بقى يا رب تكون الوصفة دي خفيفة عليكم وتكون سهلة وتقدري تعملي سفرة بأقل من 10 جنيه. واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية مع أكل جديد وضيف جديد. حسن